ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي الذي يشمل المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة بقيمة 243 مليار درهم بنمو 28.2% خلال 11 شهرا الأولى من 2023 ليصل إلى 1,104 مليارات درهم تعادل 300 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة مع 861 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022 بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.